السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله غادي نقدم لكم بقلاوة سهلة وبسيطة معسلة رمضان. غادي نحتاجو كوب من جوز الهند، 100 غرام من اللوز أو الحفنة من اللوز، كنطحنوها مزيان بالقشرة ديالها ما محمراش، كنخلطوها مزيان. من بعد غادي نضيفو عليها واحد الكمية ديال الحليب المركز، تقريبا وهداك علبة إلا ربع. كنخلط المكونات حتى كينسجموا كليا. ممكن تضيفوا الحليب المركز تدريجيا حتى كتحصلوا على هذا القوام. هذا كناخذوا زبده او السمن وكندهنوا به الصينيه. ورقه الفيلو المستعمله هي هذا النوع، هذا كناخذها هنا تقريبا بواحد 4 ديال الدولار. كنقطع الورقه بشكل ديال الصينيه وكنوضع الورقه، وكل مره كندهن بالزبده او بالسمنه. كنوضع تقريبا واحد من 7 حتى 10 ديال الورقات، وكل مرة كندهن بين الطبقات. بالنسبة للزبدة أو السمنة يفضل أنها تكون دافية واحد شوية، ما تكونش باردة. كنوضع الحشوة كلها وكنوزعها باليد أو لا بالملعقة، كنبسطها. من بعد غادي نوضع طبقة ثانية من ورق الفيلو. بنفس الطريقه كندهنوا الورقه ديال الفيلو ورقه مورا ورقه حتى كنوصلوا تقريبا واحد 10 ديال الورقات. كندهنوهم بالزبده او بالسمنه. كنجيب واحد الملعقه اللي كنساعدوا بها، هي كتساعدنا باش نجمعوا هذوك الجوانب. كندهنوا الطبقه الاخيره. في حالة ما جاتكم صعيبه في التقطاع ديالها، الا بغيتوا تقطعوها مربعات غادي تدخلوها للثلاجه حتى تماسك، عاد تقطعوها سينو تقطعوها مباشره كما عملت انا. وندهنوها كما قلت لكم بواحد شويه ديال الزبده اولا ديال السمنه، وندخلوها الفرن 30 دقيقه 180 درجه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنحركوها بحال هكذا كنعرفوها بانها ناجحه 100% محمره. كنسقيوها بالشربات. غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، يعني الرابط. وهذه هي البقلاوه اللي حضرنا. انا كنعملها تقريبا 2 مرات في الشهر، كتعجبنا بزاف ولذيذه بزاف مع الكا. شكرا لكم.